السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الأعزاء. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هكلم معاكم على التوبيك اللي هو generation and propagation of nerve impulse. تعالوا نعمل ريفيجن خفيفة كده لأجزاء النيرفس سيستم اللي هو بينقسم إلى central nervous system اللي هو البرين والسبينال كورد، والبريفرال nervous system اللي هو الكرينيال والسبينال. وأنا عارف إن الكرينيال عبارة عن 12 بير والسبينال نيرفس عبارة عن 31 بير. لازم نبقى عارفين ان النيرفس سيستم بتاعنا اللي هو الجهاز العصبي بتاعنا بيشتغل كالاتي. طبعا بيخش له معلومات من خلال الريسبتورز. الريسبتورز دي بتديتكت اي تشينج في الانفايرمنت بتاعتنا، ممكن تكون موجودة في الفيسرا، ممكن تكون موجودة في السبيشال سينس اورجان، ممكن تكون موجودة في السوماتيك ستراكشرز. كل ده المعلومات بتتنقل معاه منه او من خلال الريسبتورز، وتبتدي تخش السي ان اس بتاعنا عن طريق السنسوري ديفيجن بتاعت الايه، السنسوري ديفيجن بالنسبه للنيرفس سيستم، والسنسوري ديفيجنز اللي هي الافرنت نيرفس ويو كان كله. تبتدي تخش جوه المعلومات جوه السي ان اس، والمعلومات ديت لما تتنقل، لما يحصل لها بروسيسنج وتبتدي يحصل لها عمليه هضم وتعامل ويو كان كله عشان تطلع الريسبونس. الريسبونس دي بتبقى ترانسميتد عن طريق الموتور ديفيجن او الافرنت نيرفس ويو كان كله، او الموتور نيرفس اللي ممكن تكون سوماتيك وممكن تكون اوتونوميك. سوماتيك لو السكيليتال ماسلز، او اوتونوميك بقى رايح للسموس ماسل والكاردياك ماسل والجلاند. المهم تبتدي تروح لهم عشان في النهايه تديني الافكتور، تديني الايه الريسبونس ويو كان كله. الشاهد ان نقل السيجنالز دي كلها من الريسبتورز للسنسوري ديفيجن للسي ان اس للموتور ديفيجن للافكتور اورجانز، الكلام ده بيتم من خلال ما يسمى ب نيرف سيجنالز، نيرف سيجنالز او نيرف امبلسز يعني. طب تعالى نتكلم على الخلايا الموجوده عندك في الجهاز العصبي بتاعك. الخلايا الموجوده عندك في الجهاز العصبي بتاعك ممكن تكون نيرون او نيرف سيل، او نيوروجلايال سيلز اللي هي سبورتنج سيلز يعني، زي الاوليجودندروسايتس، زي الشوان سيلز، زي الميكروجلايا، زي الاستروسايتس وهكذا. فانا عندي الخلايا الموجوده في الجهاز العصبي هي اما نيرف سيل او نيورونز او نيوروجلايال سيلز. النيرف سيلز هي الاستراكشرال والفانكشنال يونتس بتاعه النيرفس سيستم، ودي عددها 10 أس 12 يعني تريليون. النيوروجلايال سيلز لا، دي خلايا بتسبورت وبتبروتكت النيورونز، وعددها تقريبا ما بين 10 الى 50 ضعف عدد النيورونز. النيوروجلايال سيلز طبعا دي كتير جدا معاه، وبنقسمها لمجموعتين، مجموعه في البريفرال ومجموعه في السنترال. المجموعه في البريفرال زي خليه اسمها ستلايت، مهم ساتلايت سيلز، طبعا دي موجوده حوالين السيل باديز بتاعت الايه، بتاعت الجانجليا، وبتريجوليت بقى الاكسجين والنيوترينز ويو كان كل نيو ترانسميترز حوالين الجانجليا. لكن اهم واحده فيهم الشوان سيلز زي ما احنا نقول، دي موجوده حوالين الاكسونز، ودي مسؤوله عن حاجتين، ريجينريشن بتاعت الايه الاكسون، لكن مسؤوله عن تكوين المايلين شيز في البريفرال نيرف سيستم. النوع الثاني الموجود في السي ان اس او الخليه اسمها اوليجودندروسايتس، والاوليجودندروسايتس ديت عباره عن خليه مسؤوله عن تكوين المايلين شيز في السي ان اس، وبتديك استراكشر سبورت. استروسايتس بقى بتملك البلاد برين بارير ويو كام ده كله، وعندك المايكروجلايا دي بتاعه الاميون، وعندك الايبنتايمال سيلز دي اللي هي بتكون السي اس اف. تعالى نتكلم على الخلايا الاساسيه اللي هي استراكشرال والفانكشنال يونت بتاعه النيرفس سيستم اللي هي نيورون او نيرف سيل، اللي هي عددها 10 اس 12 او 1 تريليون، وبتتكون من جزئين، سيل بادي اللي هو قدامنا ده اللي في النيوكليس بيكنترول الميتابوليك اكتيفيتي، بالاضافه للسيل بروسيس اللي هي بتبقى شورت ومالتيبل اسمها الدندرايتس، بسنجل ولونج اللي بيسموه مين الاكسونيا. عندي السيلز طبعا النيورونز نوعين او 3 انواع، نوع بيوصل الانفورميشن للسي ان اس اسمه سنسوري، والنوع التاني بيبقى موجود جوه السي ان اس اسمه انتر نيرونز، والنوع التالت بيوصل الاوردرز من السي ان اس للاورجان بيسموه موتور نيرون، معاه اسمه موتور نيرون. يبقى عندك سنسوري نيرون وعندك موتور نيرون وعندك انتر نيرون. 99% من النيرونز عباره عن انتر نيرونز زي ما بيقول. طيب النيرف سيل او الخليه العصبيه او النيرون تبقى سراوندد بي شيسز، او الاكسون بتاعها بيبقى سراوندد بي شيسز باغلفه. الأغلفة دي عبارة عن غلافين، ده الأكسون اهوت، ده الأكسون، تمام، بقى كفرد بتو شيسز يعني. الشيس الأولاني اسمه مايلين شيس، والمايلين شيس عبارة عن لايبو بروتين سبستنس بتسراوند الأكسون، تشتغل كإلكتريك انسوليتر، تشتغل كعازل كهربائي حوالين الأكسون. طب هل المايلين شيس بيكفر كل الأكسون؟ لا طبعا،
ده في حتت مش موجود فيها مايلين شيث، زي مين؟ زي النودز اوف رام في، تمام، وزي اللي هو التيرمينال بارت، ويو كان ده كله اللي بيسموه تيرمينال بارت. عندنا تيرمينال بارت والنودز اوف رام في، تيرمينال بارت والنودز اوف رام في، ده اللي بيسموه عندنا مين؟ ده بيسموه عندنا معاه، بيسموه عندنا الايه، الاماكن اللي بيبقى الاكسون مكشوف فيها. النودز اوف رام في اللي هي النودز اوف رام في بتبقى موجوده كل مع 1 من 10 إلى 1 ملليمتر، يعني كل 1 ملليمتر 1 من 10 ملليمتر بتلاقي نودو فرام في معاه موجود. النوع التاني من الشيس، طبعا المايلين شيس ده موجود حوالين النير فايبرز اللي بيسموها مايلينيتد، بس لكن اي مايلينيتد ما فيش حواليها مايلين شيس. النوع التاني من الخلايا اسمها شوان سيلز او شوان شيس. فالشوان شيس او شوان سيلز دي عبارة عن لايف سيلز، عبارة عن خلية حية اسمها شوان سيلز. الاوتر لايرز بتاعتها بيسموها نيورو ليما، ودي موجوده في البريفرال بس زي ما احنا عارفين، والوظيفه بتاعتها زي ما بقول ريجينريشن بالاكسونز وفورميشن المايلين شيز في البريفرال نيرفوس سيستم. تعال نتكلم على مصطلح مهم جدا جدا اسمه نيرف ترانك ونيرف فايبرز. زي ما انت شايف كده في الرسمه اللي قدامك، ده السباينال نيرف، لو خدنا كروس سكشن فيه هنلاقيه سراوندد بكونكتيف تيشو بيسموه ايبينيوريوم، وجوه الابنيوريوم بتلاقي باندلز من النير فايبرز، باندلز من النير فايبرز. الباندلز من النير فايبرز دي بيسموها فاسيكلز، بتبقى سراوندد بكونكتيف تيشو بيسموه بيرينيوريوم، وكل ايه، كل نير فايبر بيبقى سراوندد بكونكتيف تيشو بيسموه ايه، اندونيوريوم. مع النير فايبر نفسه، النير فايبر نفسه عباره عن اكسون بالكفرنج شيسز اللي حواليه، الشوان بقى والمايلين او غيره. فالنيرف او النيرف ترانك هو عباره عن عدد كبير جدا من النير فايبرز، كل نير فايبر بيبقى عبارة عن اكسون بي شيسز اللي حواليه المايلين الشوان شيس. الوظيفة الاساسية او الاولي فانكشن بالنسبة للنير فايبر اللي هي كوندكشن بتاعة النير فيمبلس، عملية توصيل النبضة الايم، عملية توصيل النبضة العصبية، الكوندكشن بتاعة مين؟ بتاعة النير فيمبلس، ده الاولي فانكشن بالنسبة للنير فايبرز. طب تعالى نتكلم على انواع النير فايبرز. النير فايبرز يا جماعة انواع، الاي والبي والسي. الاي بتبقى سيك مايلينيتد، البي سيل مايلينيتد، وسي ان مايلينيتد. الدايمتر بتاعت الاي من 2 ل 20 مايكرون، البي من 1 ل 3 مايكرون، السي من 0.5 إلى 1 مايكرون. السبيد بتاعتنا او السرعه بتاعتنا، سرعه توصيل النبضه على مستوى الاي بتبقى من 10 ل 120 متر في الثانيه، في البي بتبقى من 3 ل 15 متر في الثانيه، هنا من 0.5 ل 2 متر في الثانيه. طبعا الاي في سب تايبس، لكن البي والسي ما فيش في سب تايبس، يعني في الفا وبيتا ودلتا وجاما وهكذا. طب الاي دي بلاقيها فين؟ يا بلاقيها سنسوري، يا بلاقيها موتور، بس سنسوري او موتور سوماتيك. سوماتيك يعني اللي موجوده في السوماتيك ستراكشرز، يعني سوماتيك موتور يعني راح يغذي السكيلتال ماسلز، يعني مسؤول عن الفولانتير موفمنت، مسؤول عن الحركات الاراديه دي وكان ده كله. يعني لو حصل اي، وده ثيك مايلينيتد، لو حصل اي فقدان للمايلين شيز بتاعه الاي ده، يبقى معناها ان الاوردرز اللي هتوصل للسكيلتال ماسلز مش هتبقى سريعه، يعني مش هتديني الاكشن اللي انا عايزه، يعني هتبقى في ويتنس في المسل كونتراكشنز. نفس الكلام السوماتيك سنسيشنز، يعني الكوتينيوس مثلا والديب سنسيشن زي البروبروسبتيف سنسيشنز، زي مثلا التاتش، البريشر، الفايبريشن وهكذا. الحاجات دي كلها بتتنقل عن طريق الايه. يبقى لو فقدت المايلين شيز هفقد كل السنسيشنز دي، تمام. البي ده بري جانجليونيك اوتونوميك، والسي برده بوست جانجليونيك اوتونوميك، لكن برضو موجودة في السي ببعض السوماتيك فايبرز اللي هي بتشيل السلو بين او الديليت بين، تشيل السلو بين او الديليت بين. ده بالنسبة ليه انواع النيرو فايبرز زي ما احنا بنتكلم حسب درجة المايلين شيز بتاعتها. طب احنا بنقولها ليه والكلام ده كله؟ هنقول الكلام ده دلوقتي. النيرو فايبرز الخصائص بتاعته اتنين، خاصية اسمها اكزايتابيليتي وخاصية اسمها كوندكتيفيتي. اكزايتابيليتي معناها ايه؟ اكزايتابيليتي معناها الابيليتي بتاعت النيرو فايبر تو ريسبوند تو ستيمولاي، يعني قابلية النير فايبر يستجيب لمؤثر. طب وبالنسبة للكوندكتيفيتي، ان يوصل الامبلس من مكان للتاني، الابيليتي بتاعت النير فايبر تو كوندكت نيرف امبلس فروم وان سايد تو انذر. طب الاكزايتابيليتي عبارة عن ايه بقى؟ ده عندك نيرف فايبر اهوت، السلم بريم بتاعه في الريست بيبقى موجب بره وسالب جوه، ده اسمه وضع اسمه ايه؟ اسمه ريستنج ممبرين بوتنشلز. الاكزايتابيليتي ان النيرف يستجيب بتغيير سريع في اللي هو الوضع الريستنج ده، تغيير سريع في وضع الريستنج بيسموه اكشن بوتنشال. يبقى الاكزايتابيليتي معناها ايه؟ هي عباره عن بايو الكتريك فينومينا ان ويتش ان النيرف فايبر بيرسبوند للستيمولاي، النيرف فايبر بيستجيب للمؤثرات عن طريق رابيد تشينج
تغيير سريع في الريستنج ستيت بتاعته، ما في صورة مين اكشن تنشز. وبعد كده الاكشن تنشز دي بتبقى كونداكتد الونج النيرف فايبرز عشان توصل للنيرف تيرمينالز عشان تديني الاكشنز. ده بالنسبة للانكزايتيبيليتي بتاعة النيرف فايبر. يبقى انا عشان افهم الانكزايتيبيليتي وافهم النيرف امبلس بتتكون ازاي والكلام ده كله، اول ستيب لازم اتكلم فيها على وضع الريستنج. يعني عشان افهم وضع الاكشن لازم في الاول افهم وضع مين الريستنج. يبقى لازم اتكلم على تعريف الريستنج. ما هو الريستنج ميمبرين بوتنشال بالنسبه للنيرف؟ هو البوتنشال ديفرنس ما بين جوه النيرف فايبر وبره النيرف فايبر اثناء الريست. تمام، نورمالي بيبقى كام؟ سالب 70 على مستوى المسل النيرف فايبرز. في السكيلتال المسل فايبرز بيبقى سالب 90. بنقيسه ازاي؟ باتنين مايكرو الكترودز ويز فيري فاين تيبس كونكتد لسبيشال فولتوميتر. واحد بيبقى بيتحط جوه النيرف والتاني بيتحط بره النيرف. بص زي الصوره اللي قدامك دي، ده الاكزون اللي هو احنا متفقين ان الاكزون ده النيرف فايبر، خدناه وكبرناه لقينا بره موجب وجوه سالب، وجايبين فولتوميتر واتنين مايكرو الكترود، واحد حطيناه بره كريفرنس والتاني حطيناه جوه الريكوردنج. بقى ايه معاه؟ سجل. هيسجل اللي جوه هو جوه ايه بالنسبه لبره يا شباب؟ جوه سالب، عشان كده القيمه بتبقى بالسالب. والريكوردنج الكترود والالكترود اللي بيسجل هو اللي جوه مش اللي بره، وعشان كده قيمته نيجاتيف مين 70 ميلي فولت. طب ايه هي اسباب الريستنج ميمبرين بوتنشال؟ الريستنج ميمبرين بوتنشال يا شباب الاسباب بتاعته بنلخصها في ثلاث اسباب: ديستريبيوشن اوف اينز، توزيع الايونات جوه النير فايبر وبره. الحاجه الثانيه سيلكت بيرميبيليتي، والحاجه الثالثه اسمها صوديوم بوتاسيوم مين بوتاسيوم بام. الاثنين دول بيعملوا حاجه اسمها تشارج سيبريشن، بيفصلوا الشحنات. ليه؟ لان كون ان الديستريبيوشن بتاعت الايونات او توزيع الايونات ان ايكوال، ان ايكوال يعني غير متساوي، فبيخلي الايونات بيحصل لها ديفيوجن مع من مكان للتاني. بس مش كل الايونات بيحصل لها ديفيوجن. ليه؟ لان السلم بريم بتاعك سلك للبيربر، يبقى في الحاله دي يفصل الشحنات من بعضها، يخلي الموجه في حته والسالب في مين في حته ثانيه. تعال نشوف الكلام ده بشويه تفاصيل. ده صوره بتبين ملخص الايه الاسباب بتاعه الريستنج ميمبرين بوتنشال. اول سبب اللي هو الان ايكوال ديستريبيوشن بتاعه الايه الايونز. الايونز بتاعتك اللي بتلعب دور في الريستنج ميمبرين بوتنشال هي الصوديوم والبوتاسيوم والكلورايد والبروتين اللي هو الانايز. لما تيجي تشوف النسبه ما بين الصوديوم جوه وبره هتلاقي 10 لواحد، 10 اكسترا وجوه واحد، لان جوه بره 140 ملي ايكويفالنت مع او ملي مول في اللتر، وجوه ايه 15. البوتاسيوم بيبقى جوه 150 وبره كام؟ وبره 5. يعني حضرتك بتتكلم على 40 ضعف تقريبا، 40 لواحد، 40 جوه وواحد بره. الكلورايد بيبقى حوالي تقريبا حوالي 4 جوه خلاص وبره 100، او مثلا ماشي يعني تقريبا مثلا بتتكلم على 1 الى 25، 25 لواحد. البروتين زي ما انت شايف كده بتبقى كميتها جوه اكتر من ايه من بره، فتبقى كميه اكتر. طب كون ان ده في ان ايكوال ديستريبيوشن ده يخلي مين؟ الصوديوم يحصل له ديفيوجن فروم اوتسايد تو انسايد، والبوتاسيوم فروم انسايد تو اوتسايد، والكلوريد فروم اوتسايد تو انسايد، والبروتين فروم انسايد تو اوتسايد. يعني ده اتجاه الديفيوجن بتاع البوتاسيوم، وده الديفيوجن بتاعت مين؟ بتاعت الصوديوم. طيب والصوديوم بوتاسيوم بامب اللي هو السبب الثالث هنتكلم عليه في الاخر خالص. طب ايه الديفيوجن بتاعت الايونز ولا تشارج سيبريشن بقى؟ بيقول لي ان السلم برين بتاعت النير فايبر بيحتوي على باسيف او ليك ايون شانلز اللي بتسمح بمرور الايونات عبر او مع فرق التركيز والكهرباء بتاعت الالكتروكيميكال جريدينت بتاعت. البوتاسيوم بيديفيوز من جوه لبره حسب الكونسنتريشن جريدينت اللي هو 30 ضعف او 40 ضعف زي ما احنا قلنا النسبه بتاعته ما بين جوه الخليه وبره الخليه. الحاجه الثانيه عشان البرميابيليتي بتاعت الميمبرين بتبقى البوتاسيوم عاليه حوالي 100 ضعف قد الصوديوم اثناء الريست، اثناء الريست مش اثناء الاكشن. الحاجه الثانيه البروتينات بتحاول تديفيوز مع ورا البوتاسيوم على طول بالكونسنتريشن جريدينت والالكتريكال جريدينت، لان البروتين سالب وبره موجب فالكهرباء معاها تخرج بره، وتركيزها جوه كتير وبره ايه قليل بالكونسنتريشن جريدينت. بس مشكله الممبرين بالنسبه لها امبيرمبل غير منفس ما بيعديش، وعشان كده البروتينات بالنيجاتيف تشارج بتاعتها بتبقى ماسكه في الانر سيرفيس بتاعه الممبرين، والبوتاسيوم بالبوزيتيف تشارج بتاعته ماسك على الاوتر سيرفيس بتاعه الممبرين. عشان كده المين كوز او السبب الرئيسي للريستنج ميمبرين بوتنشال يا جماعه هو الديفيوجن بتاعه البوتاسيوم. الصوديوم بيحاول برضو ينتشر حسب الكونسنتريشن جريدينت اللي هو 10 اضعاف زي ما احنا قلنا، بس بينتشر من بره لجوه، والالكتريكال جريدينت برضو نيجاتيف. بس البرميابيليتي بتاعه الميمبرين للبوتاسيوم في الريست 1 على 100 من البوتاسيوم، عشان كده الديفيوجن بتاعه الصوديوم بيبقى قليل جدا في الريستنج كونديشنز. الكلورايد اينز نفس الكلام، حاول ان ينتشر من بره لجوه، ديفيوز من بره فروم اوتسايد تو انسايد،
تمام حسب الكونسنتريشن جريدنت، بس الديفيوجن ده بيبقى بريفنتد خالص بالنيجاتيف تشارج اللي جوه او بالريبالشن فورس بتاعت النيجاتيف تشارج اللي جوه. بص كويس، دي صوره بتبين لك عندك ده الانترا سيلولار وده الاكسترا سيلولار، وعندك ده البوتاسيوم والبروتين. شايف البوتاسيوم اهو بينتشر عبر الليك بوتاسيوم شانلز، البروتين يمشي وراه يعمل بوزيتيف تشارج بره ونيجاتيف تشارج. ده بالنسبه لاول سبب. السبب الثالث اسمه صوديوم بوتاسيوم بامب، زي انت شايف في الرسمه كده. صوديوم بوتاسيوم بامب دي يا شباب اهم بامب في جسمنا كله، دي بتطلع 3 صوديوم من جوه لبره، تركيز الصوديوم جوه قليل وتركيز الصوديوم بره كتير، فكانها بتنقل الصوديوم اجينست الالكتروكيميكال جريدينت بتاعها، وبتجيب 2 بوتاسيوم، 2 بوتاسيوم من بره دخلهم جوه، تركيز البوتاسيوم جوه كتير وبره قليل، كانها بتنقل برضه البوتاسيوم اجينست الالكتروكيميكال جريدينت، بس نقل الثلاثه صوديوم بره ودخلت 2 بوتاسيوم جوه، يبقى كده المحصله موجب زياده بره، وده يقول او ده يفسر ليه هي الكتروجينيك بامب. ما معنى كلمه الكتروجينيك بامب؟ يعني بامب خلاص بتكرييت بوتنشال ديفرنس ما بين بره وجوه، تمام؟ بتساعد في الكرييشن او البرودكشن او الجنريشن بتاعت الريستنج ميمبرين بوتنشال، لان الريستنج ميمبرين بوتنشال هو عباره عن شحنات موجبه بره وشحنات سالبه جوه، هي بتزود الموجه بره. الحاجه الثانيه بتساعد فيه ان بتحافظ على ان يكون فيه تركيز الصوديوم بره كتير وتركيز البوتاسيوم جوه كتير، وده بيخلي حركه الايونات بتبقى شغاله باستمرار، ويمنع ان انا اوصل لمرحله توازن او اتزان مع او اكوليبريم ما بين تركيز الايونات بره وجوه، لان لو وصلت لمرحله التزان لتوزيع الايونات بره وجوه زي بعضها الديفيوجن بتاعه الايونات هيتوقف، والديفيوجن توقف معناه ان انت بتفقد الريستنج ميمبرين بوتنشال. عشان كده لو انت عملت انهيبيشن للصوديوم بوتاسيوم بامب نتيجه لاي سبب من الاسباب، الاي تي بي ما عادش قليل، ما عادش كتير، ويو كان ده كله اقل، فبيفقدني الريستنج ميمبرين بوتنشال. ليه؟ لان الصوديوم اللي دخل جوه بيتراكم جوه الخليه ويعادل البروتين ايونز الموجوده جوه، فبيفقد البروتين اللي كان ماسك على الانر سيرفيس ويو كان ده كله عمل نيجاتيف تشارج اللي جوه، فبيفقدك الريستنج ميمبرين بوتنشال. فده الصوديوم بوتاسيوم مين؟ ده الصوديوم بوتاسيوم بامب. يبقى اتكلمنا على ريستنج ميمبرين بوتنشال تعريفا، واتكلمنا عليه قيمه، واتكلمنا عليه بنقيسه ازاي، واتكلمنا على الاسباب بتاعته او الميكانيزم بتاعته. طب والاكشن بوتنشال بقى اللي هو موضوعنا. الوضع اللي قدامكم ده في الرسم ده وضع ريستنج او ده بولاريزيشن ستيت، موجب بره وسالب جوه. طيب مع الاستيميليشن بتاعه النيرف بيستيمولس بيزود الممبرين بيرميبيليتي للصوديوم، فالصوديوم بيخش فيقلب الدنيا، قلب الدنيا للبولاريزيشن اسمها دي بولاريزيشن، وبعد شويه تفتح بوابات او قنوات البوتاسيوم يخرج البوتاسيوم ويرجعك لوضع البولاريزيشن ستيت تاني في مرحله اسمها ريبولاريزيشن. الاثنين دول مع بعض اسمهم اكشن تنشن. يبقى تعريف الاكشن تنشن عباره عن ايه؟ عباره عن الكتريكال تشينجز بتحصل في الريستنج ميمبرين بوتنشال والار ام بي نتيجه للاستيميليشن بتاعت النيرف فايبر بي، ما يسمى بي افكتيف ستيمولس. طبعا الفيزز بتاعتك دي بولاريزيشن وريبولاريزيشن، دي بولاريزيشن وريبولاريزيشن. بنقيسه ازاي؟ الجهاز اللي بيقيس لك الاكشن تنشن بيقيسنا يا شباب الاكشن تنشن اسمه كاثود راي اوسيلوسكوب، هو ده الاساس ل كل الأجهزة وكل الأدوات اللي بتقيس إلكتريكال أكتيفيتي في أي مكان، يعني الأساس بتاع الجهاز رسم القلب، رسم العضلات، رسم العيون، رسم المخ، كل ده هو ده الأساسي، تمام؟ طيب في كام طريقة بنقيس بيها؟ في طريقتين، طريقة اسمها مونوفيزيك إن أنا أقيس ويف واحدة بس، وده بيتقال عن طريق إن أنت بتحط ريفرنس إلكترود بره بعيد عن النير فايبرز، والتاني بتحطه جوه النير فايبرز، لما الإمبلس تعدي اللي هيتغير بس هو مين؟ المكان بتاع الالكترود، فترسم رسمة واحدة بس. لكن النوع التاني وده بتعمل اكسبرمنتال ان انت مثلا دي تحط الاتنين برا على السيرفس وتروح عامل دامج لي المنطقة اللي بينهم، او عامل حاطط نيرف بلوك حاجة زي الليدوكين تعمل نيرف بلوك تقوم تمنع نقل الامبلس من الالكترود الاولاني للالكترود مين؟ التاني. ده المونوفيزيك يعني. وده شكل المونوفيزيك، شكل المونوفيزيك ده الاستيموليتنج الكترود وده الريكوردنج الكترود زيت. اول ما تيجي تعمل استيميليشن يطلع حاجه اسمها ستيمولس ارتيفاكت معاهم، ويبتدي مفيش تسجيل في الفتره دي اسمها ليتنت بيريود اللي هي الفتره المختفيه، لان الامبلس بتنتقل من استيميليتنج الكترود للريكوردنج الكترود. اول ما تبتدي توصل للريكوردنج الكترود يبتدي يديك اكشن تنشن، والاكشن تنشن عباره عن دي بولاريزيشن وري بولاريزيشن. وبعد كده يبتدي يخش في حاجه اسمها هايبر مين هايبر بولاريزيشن، حاجه اسمها هايبر مين هايبر بولاريزيشن، تمام؟ النوع الثاني اسمه باي فيزيك بوتنشالز، باي فيزيك ريكوردنج الاكشن بوتنشالز.
اللي هو عبارة عن 5 خطوات. الخطوة الأولى إن أنت حاطط الاتنين إلكترودز على السيرفس بره. أول ما تيجي تعمل استيميليشن مع لسه ما وصلتش الديبولاريزيشن ويف للمكان ده، فخلاص أنت في البيز لاين أو في الزيرو لاين أو أيزوليكتك. لما الديبولاريزيشن توصل للإلكترود إيه يقوم يعمل حاجة اسمها أبورد ديفليكشن. لما الديبولاريزيشن توصل ما بين الإلكترود A و B والA يبقى ريبولاريزد، تقوم ترجع للبيز لاين أو للزيرو لاين تاني، يبقى رسمت مثلا بوزيتيف ويف. لما الديبولاريزيشن توصل للإلكترود B يبقى الإلكترود B نيجاتيف ريليتيف تو الإلكترود A، فيبتدي يديك داونورد ديفليكشنز. داونورد ديفليكشنز ده لما الديبولاريزيشن ويف تسيب البي والبي يحصل له ريبولاريزيشن ترجع تاني للزيرو لاين، يبقى كأنك رسمت تو ويفز بوزيتيف ويف ونيجاتيف ويف بينهم حاجه اسمها ايزو الكتريك مين لاين. ده بالنسبه للبايفيزيك ريكورد. تعالوا نرجع نتكلم على الايونيك فيزز بتاعت الاكشن بوتنشال. يعني ايه ايونيك فيزز؟ الاساس الايوني للاكشن بوتنشال، الايونات اللي بتخش مين والشانلز اللي بتفتح مين والاجزاء بتاع مين ويكملك. احنا متفقين ان ايه، ان الاكشن بوتنشال عباره عن مرحلتين، ديبولاريزيشن وريبولاريزيشن. ما هو الديبولاريزيشن؟ ديبولاريزيشن معناه ان انت فقدت البولاريزد ستيت بتاعتك ريستنج، يعني قللت الفرق ما بين الاوتر والانر سيرفيس بتاعت الممبرين، قللت الفرق في الممبرين بوتنشلز. يعني ازاي الكلام ده؟ باختصار بيقول لك لما بتعمل استيميليشن للنيرف فايبر البرميابيليتي بتاعت الممبرين بتزيد مئات المرات للصوديوم، فالصوديوم يخش يوم يغير للممبرين بوتنشل بتاعك يزيد من سالب 70 ليوصل لزيرو، وبعد كده يوصل لموجب 35. ازاي الكلام ده؟ في الخطوات الاتيه. اول خطوة اللي هي مرحلة الالكتروتونيك بوتنشلز او اللوكال بوتنشلز والفايرنج ليفل. يعني ايه الالكتروتونيك بوتنشلز دي يا جماعة؟ بيقول لي ان الاستيمولس بتاعي، خلاص طبعا ده استيمولس A واستيمولس B واستيمولس C. الA ده ريسبونس له وده C وده D. دي وصلك وصلني لمرحلة اسمها الفايرنج ليفل، شدته كانت قوية فوصلك للفايرنج ليفل اللي عنده بيبتدي ايه يخش في الاكشن بوتنشلز. بيقول ان الاستيمولس او الكاسود بيضيف نيجاتيف تشارج في الاوتر سيرفيس بتاعت الممبرين، فيقوم يقلل الممبرين بوتنشال ديفرنس ما بين جوه وبره، يقلله 7 ملي فولت او يزوده من سالب 70 الى سالب 63. يعني العمليه ديت بما ان الاستيمولس هو اللي ضاف نيجاتيف تشارج بره يبقى اسمها باسيف ديبولاريزيشن. اسمها ايه؟ باسيف ديبولاريزيشن. خلي بالك من الكلمه، ده سالب 70 سالب 55 اهوت، خلاص ده الثريشولد. بصوا يا شباب، اهو ده الاستيمولس، ده الاستيمولاتنج الكترون. هنا الكاثود، تمام؟ الكاثود كل اللي عمله ان هو ضاف نيجاتيف تشارج بره، شويه النيجاتيف تشارج اللي بره ضافوا بالكاثود دول زودوه للمبرين بوتنشال بتاع مين؟ سالب 70 لسالب 63. يبقى الحته دي اسمها ايه يا شباب؟ اسمها باسيف لوكال ديبولاريزيشن. اسمها باسيف لوكال ديبولاريزيشن. طب والجزء الثاني من الالكتروتونيك بوتنشلز؟ الجزء الثاني من الالكتروتونيك بوتنشلز اكتف بقى، ان انا اوصل للجزء اللي هم السبع والثمانية الباقيين لغاية ما اوصل للفايرنج ليفل. يقول لي عند سالب 63 بعض الفولتج جيتد صوديوم تشانلز بتفتح، فده بيقلل من برين بوتنشلز ويفتح تشانلز اكتر، والتشانلز بتدخل صوديوم وهكذا بنظام حاجه اسمها البوزيتيف فيدباك ميكانيزم او سايكل، فيزود الممبرين بوتنشلز من سالب 5 من سالب 63 لسالب 55 اللي هو الفايرنج ليفل اكتف. يبقى الاولاني كان باسف عشان الكارنت هو اللي ضاف نيجاتيف تشارج، لكن ده الفولتج جيت الصوديوم شينز فتحت، ولما فتحت دخلت شويه صوديوم، دخول شويه صوديوم ده عمل لك ديبولاريزيشن ووصل الممبرين بوتنشال بتاعك من سالب 70 من سالب 63 لسالب ايه؟ سالب 55. ده اللي هو مين؟ اهو احنا كنا وصلنا في المرحله دي. خلاص بعد التشينز هي فتحت، لما بعد التشينز فتحت دخل الصوديوم، لما دخل الصوديوم عمل ايه؟ كمل الديبولاريزيشن بتاعك هو باللون الاحمر بقى اكتف، يبقى الحته الثانيه دي اكتف ديبولاريزيشن. لما وصلت هنا عند سالب 55 بقى، لما وصلت في المكان ده عند سالب 55 اللي بيسموه الفايرنج ليفل، كل الفولتج جيت الصوديوم شانلز بتفتح في نفس الوقت. هنا عند سالب 55 عند سالب 55 اللي بيسموه الفايرنج ليفل او اسمه ثريشولد ليفل، كل الفولتج جيت الصوديوم شانلز بتوبن، فيديك رابيد صوديوم انفلكس. رابيد صوديوم انفلكس بي كويكلي انكريز الممبرين بوتنشال ووصله للزيرو، اوفر شوت فوق الزيرو كمان الموجب 35، ويحصل مومنتري يعني لحظيا ريفرسال اوف بولاريتي. تمام. طب مين اللي تشانلز المسؤوله بقى؟ مين الفولتج جيت صوديوم تشانلز دي؟ الفولتج جيت صوديوم تشانلز زي ما انت شايف في الرسمه
اهي موجودة قدامك اهيت خلاص، بتبقى channel فيها 2 gates، الجيت دي اسمها M gate والجيت اسمها H gate. الM gate اسمها activation والH gate اسمها inactivation، يبقى M و H. normally في الريستنج الM مقفولة والH مفتوحة. أثناء الديبولاريزيشن ولما وصلت للفايرنج ليفل الM مفتوحة والH مفتوحة، فالصوت يعني بيخش مع بعد بالظبط بعد فيو ملي سكند من فتح الM gate لازم الH تقفل على طول، فبتقفل فتعمل ان اكتيفيشن للشانلز. ده الكلام ده بيحصل اثناء بقى ايه ريبولاريزيشن، تمام. يبقى الاتش جيت اللي هي ديت اسمها ان اكتيفيشن جيت، والام جيت اللي هي بيسموها الاكتيفيشن جيت. لو قلنا دي نورمال تبقى مقفوله ودي مفتوحه، في الديبولاريزيشن دي مفتوحه ودي مفتوحه، في الريبولاريزيشن دي مقفوله دي مفتوحه، تمام. طب الخطوه الثانيه بقى اللي هي اسمها الريبولاريزيشن، ريبولاريزيشن معناها ريستورينج، ان حضرتك بتستعيد البولاريزيشن ستيت تاني او الريستنج من البوتنشال. ليه؟ سبب فيه سببين. حضرتك وقفت دخول الصوديوم بان انت قفلت الايه الفولتج جيت الصوديوم شانلز بالاتش جيت، او زي ما بيقولوا كده خليت الفولتج جيت الصوديوم شانلز تخش في مرحله اسمها ان اكتيفيشن جيت، ان اكتيفيشن ستيت يعني، بالاضافه الى ريفرسال للالكتريكال جريدينت بتاع الصوديوم. وانت في حاله الريستنج كان بره موجب وجوه سالب، والصوديوم لما يخش ناحيه السالب فالكهرباء معاه. بس لما تكون عند موجب 35 في الوضع ده، جوه بقى موجب وبره بقى سالب، يبقى دخول الصوديوم مع الالكتريكال جريدينت بقى ايه بقى ضده مش معاه، فيقل الحركه بتاعته، تمام. وفي نفس الوقت انت بتفتح الفولتج جيتد بوتاسيوم شانلز عند سالب 55 اللي بتشتغل بعد سلايد ديلي تايم، تمام. ولما تخش يفتح يحصل ديفيوجن للبوتاسيوم، يقوم يخلي الممبرين بوتنشال بتاعك ينزل للريستنج بطريقه رابد من سالب 70 يوصل للريستنج، سوري من موجب 35 لسالب سالب 70 ريبولاريزيشن. وساعات التشانلز دي الشانلز دي بتكونتينيو تو ديفيوز، يعني البوتاسيوم بيكونتينيو ديفيوز عشان في ديليت كلوجر للشانل، فيدخلك تحت الممبرين بوتنشلز كمان ويديك حاجه اسمها هايبر بولاريزيشن او اسمها بوست اوف افتر بوتنشلز. اسمها ايه؟ بوست اوف افتر بوتنشلز. ده الفولتج جيتد بوتاسيوم شانلز. فولتج جيت بوتاسيوم شانلز يا جماعه معاه لا جيت بس واحده بس اسمها ان جيت. اسمها ايه؟ ان جيت. في الريستنج مقفوله وفي الريبولاريزيشن مفتوحه. طيب بعد ما الدنيا دي خلصت، الصوديوم دخل عمل ديبولاريزيشن، التسم خرج وعمل ريبولاريزيشن، الايونات دي لازم يحصل لها ريديستريبيوشن. بعد الديبولاريزيشن والريبولاريزيشن يا جماعه الايونيك كومبوزيشن، يعني توزيع الايونات الصوديوم والبوتاسيوم بره وجوه الخليه، حصل فيه سلايت ديستربنس، يعني خلل خفيف جدا 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 جدا. معايا؟ الخلل الخفيف ده نعالجه ازاي؟ مين اللي رجعنا الكلام ده يا جماعه؟ اللي رجعنا الكلام ده الصوديوم تسمع، هترجع الصوديوم تطلعه بره والبوتاسيوم ندخله جوه. يبقى كان الريستنج كان الصوديوم تسمع مش مهم للريستنج بس، ده مهم للريستنج ومهم للاكشن بوتنشلز كمان. ده وضع الفولتج جيتد صوديوم شانلز، صوديوم شانلز وبوتاسيوم شانلز في الريستنج. في الريستنج مقفولين، البوتاسيوم مقفول والصوديوم مقفوله ليه؟ عشان الام مقفوله والاتش مفتوحه. في الديبولاريزيشن ال H ال M فوق مفتوحة وال H مفتوحة والبوتاسيوم كلوزد. لما تيجي تعمل ريبولاريزيشن ال H مفتوحة مقفولة، ال H مقفولة وال N مفتوحة بتاعت البوتاسيوم. لما تيجي تعمل هايبر بولاريزيشن ال N ال H اتفتحت وال M اتقفلت خلاص، ستيل البوتاسيوم عمال ايه عمال يخرج. ورجعت للريستنج لانه اول صوره، تمام. النقطه الاخيره بالنسبه لنا بقى اللي هي الكوندكشن او البروباجيشن بتاعه الاكشن بوتنشال. معروف ان الاكشن بوتنشال انيشيتد في اول حته من الاكسون بيسموها الاكسون هيلوك، وتنتقل عبر الاكسون عشان توصل للنيرف تيرمينال عشان تديني الاكشن. فالاكشن بوتنشال الاي بي الاكشن بوتنشال ماست بي بروجيتد ان اوردر تو ترانسفير انفورميشن، عشان ينقل المعلومات من مكان للتاني في النيرف سيستم بتاعنا. والبروباجيشن بيحصل ازاي؟ ان الاكشن بوتنشال جنريتد عند مكان الاستيموليشن بتاعت الاكسون بيشتغل كستيمولس فور برودكشن فور انذر اكشن بوتنشال في النكست سايت.
بمعنى ايه الكوندكشن؟ هناخد الكلام ده دلوقتي في التفصيل. ان الكوندكشن عندنا يا جماعه والبروفاجيشن نوعين، كونتينوس وسلتاتر. كونتينوس وايه كمان؟ وسلتاتر. تعال نتكلم على الفرق ما بين الكونتينوس اللي بيحصل في الانمايلينيتد والسلتاتر اللي بيحصل في المايلينيتد. ده سبيد قليله من نص ل 2 متر في الثانيه، ده سبيد عاليه 40 120 متر في الثانيه. ده بيستهلك انرجي اكتر، ده بيستهلك انرجي اقل. طب ليه ده بيستهلك انرجي اقل؟ لان الترانسميشن بتاعت السيجنال على مستوى السلتاتر بتبقى في النودز بس، مش على المايلين. المايلين ما بينقلش، لكن بتبقى على مستوى مين؟ على مستوى النودز بس فروم في. والنود فروم في موجوده كل واحد ملي، هو قطرها بيبقى واحد مايكرون، لكن بتبقى موجوده كل واحد ملي، يعني واحد على 100 من مين؟ عشان كده بتستهلك انرجي. يبقى النود فروم في هو ده اللي حصل فيها خلل، وهي ده مكان الصوديوم تحسن باب بنشاطه بس. يبقى انت هتستخدم 1% من الانرجي اللي بتستهلك بمين؟ 1% من الانرجي اللي بتستهلك بمين يا شباب؟ اللي بتستهلك بيه المايلينيتد نير فايبرز. الميكانيزم بتاعتك طبعا بتحصل ستيب باي ستيب، اللي هو اسمه سويبنج اللي هو الكونتينوس كوندكشنز، لكن التاني بيبقى سلتاتوري عن طريق جامبنج الامبلس من نود للتانيه، يسموه سلتاتوري او يسموه جامبنج كوندكشنز. ازاي الكلام ده بيتم وازاي الكلام ده بيتم؟ هنجاوب مع بعض كده في الصوره اللي جايه. ايه الفكره بتاعتك باختصار؟ ان انت لما تيجي تعمل استيميشن للنير فايبر ده مايلينيتد بيعمل ديبولاريزيشن في اقرب نود، يبقى النود دي اسمها ديبولاريزد، تبقى موجب 35، والنود اللي جنب منها ريستنج. لما يكون في ريستنج وفي ديبولاريزد نودز بيبقى في بوتنشال ديفرنس ما بين الاثنين. البوتنشال ديفرنس ما بين الاثنين بيكرييت ايه؟ بيكرييت بوتنشال ديفرنس او لوكال كارنتس ما بين الريستنج نود والديبولاريزد نود. الفرق ده ما بين ده وما بين ده، هل التيار بيجي من الريستنج نود للديبولاريزد نود وهكذا. ده هيخلي الممبرين بوتنشال بتاع الريستنج نود يوصل لمستوى سالب 55 ملي فولت اللي هو الفايرنج ليفل. اول ما يوصل الفايرنج ليفل بقى الاو فولتج جيتد سودا من شانلز بتوفن ديبولاريزيشن، بقى النود اسمها ديبولاريز. النود الديبولاريز دي تعتبر مكان للجنريشن بتاع تراكشن بوتنشال مع نيكست نود وهكذا. تمام، ده بالنسبه لمين؟ ده بالنسبه للسلتاتوري كوندكشنز. اوكي، ده بالنسبه لنا اللي هو سلتاتوري مين؟ سلتاتوري كوندكشنز. الكونتينوس نفس الكلام، بس بقى مكان كلمه نود هتقول اريا، يعني لما تعمل استيميشن هتديك ديبولاريزيشن في 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 المكان بتاع الاستيميشن، هتبقى دي اسمها ديبولاريزد اريا ودي اسمها ريستنج اريا. يبتدي يحصل بوتنشال ديفرنس ما بين النقطتين، يوم يحصل لوكال كارنتس ما بين الاثنين، يوصل الميمبرين بوتنشال بتاعه ريستنج اريا الى الفايرنج ليفل اللي عنده بتوبن الفولتج جيتد سوديوم شانلز ويديك ديبولاريزيشن وهكذا. خلاص وهكذا. ده النوع التاني اسمه كونتينوس. طب ايه دور المايلين شيز في البروباجيشن والكوندكشن وكده؟ بيقول لي ان سرعه الكوندكشن والبروباجيشن بتاعت الاكشن بوتنشال في النير فايبر بتعتمد على رقم واحد الانترنال دايمتر بتاعت النير فايبر، يعني كل ما بزود الدايمتر الانترنال دايمتر كل ما الانترنال ريزيستنس المقاومه اللي بيلاقيها التيار جوه الاكزون قليله، عشان كده الكوندكشن فيلوسيتي بيزيد. الحاجة التانية درجة المايلين، كل ما درجة المايلين شيز زادت كل ما كان الممبرين ريزيستنس المقاومة اللي بيلاقيها التيار في مروره على الممبرين بتزيد، وعشان كده التيار هيتشارج وهيحصلها ايه؟ مش هتنتقل عبر المايلين، امال هتنتقل من مين؟ من النود للنود، هتجامب، فده بيتخلي الكوندكشن فلوستي اعلى. في المرض اللي انتوا درستوه اسمه مالتيبل سكليروزس في ديجنريشن للمايلين شيز، فيؤدي الى ان المايلين شيز لما يقل يوم يقلل الريزيستنس بتاعت الممبرين يخلي الكرنتس يحصلوا ليك اوت اثناء الالكتروتونيك كوندكشنز، وعشان كده يحصل ديكي والكوندكشن فيلوسيتي بتقل. وفي نفس الوقت البوتاسيوم اينز بيحصل ليك من خلال الفولتج جيتد سوديوم شانلز، فيزود البوتاسيوم فلكس يوم يعمل هايبر بولاريزيشن في الممبرين. الهايبر بولاريزيشن في الممبرين ده بيقلل الكوندكشن فيلوسيتي. ابنائي الاعزاء، اتمنى ان انا اكون فدتكم وفهمتكم حاجه بالنسبه للميكانيزم بتاع الكوندكشن او الجينيريشن والبروباجيشن بتاعه الاكشن بوتنشال، واشوفكم في محاضرات قادمه ان شاء الله باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.